عشبه مغربيه اسمها السلاوي. السلاوي اي هذا. فما عندكم مدينه اسمها السلا غنيت فيها انا اللي حدا الرباط. اي وعندك ترخيص وتخدم اموري واضحه امورك مريك. اي كان ما عنديش ترخيص ما عدونيش ثلاثه. المره الجايه كي تجيني جيب لي هالاعشاب هذوما وريهم لي. اي اه بالحق اي نجيب وقول لي هذه ليش تصلح حتى لثقافه الناس. هذه ليش تصلح وهذه ليش تصلح وهذه ليش. انا هاني نعرف الشيح الشيداوي. انا مشيت للمغرب مع فنانه كبيره برشا مش لازم نقول لك اسم كبير في تونس. هزتني وقت مشينا باش نعملوا حفله غاديك قالت لي بربي هش امشي معايا. مشيت معاها يا خويا تفجعت فجعه مش نورمال. دخلنا هزتنا الشيخ يا دي ولات تبمبي الطفله كيف الروح عمل لها شيء ولات طالعه لفوق. شنو طالعه ريتها طالعه والله ريتها طالعه يا علي طالعه لفوق وهابطه وين طالعه وشعرها مشبشب وعمل لها البخور تعرف شنو. لا هذاك المشعوذين واحد عم نحكي على التداوي بالاعشاب. لا احنا ما نحكيش على التشعويذ احنا نحكي على التداوي بالاعشاب. لا التداوي بالاعشاب. اش تحب تقول اخر شريف عندك حاجه اخرى؟ عندنا دواء تاع البرص زاد اش يقول على البرص. البرص عندنا زيوت طبيعي عندنا اعشاب طبيعيه نعصروهم ونخرجوا منهم زيوت اللي هي تداوي البرص. قلت لك في اختصاصك هذا في التداوي الاعشاب ايش عندك مدخول شريف؟ عندي انا اللي نحكي فيه على المداوات عندي ناس جاوا لعندي وبراو تبارك الله وحصلوا نتيجه مزيانه. انا على الانجاب صدقني حصلت وتم راهم هابطين تحب حتى نعطيك العباد. انا وريتهم الرهان قبيله شافتهم العباد اللي قاعدين شاهدين اللي يقول لك انا بريت انا داويت انا نداوي برشا حاجات اللي هو مثلا الصرع عبد يقول لك ندر درد اللي يقول لي انا راني نسمع القران نتسرع ولا حاجه. عندنا العلاج زاد كيف كيف عندنا تاع الصدفيه السفره الشقيقه حاجات طبيعيه ما فيهم حتى شيء وعشاب من جدودنا يعني ماناش قاعدين نعملوا في حاجات غالطه ولا واضح حاجة واضح واضح. على كل شريفه مرحبا بك لاله. اي شكرا تفضل المره الجايه تعاود ترجع لي كما قلت لك جيب لي الاعشاب هذوما نحب نعرفهم ان شاء الله بالاسم بالاسم وشنو اللي يعطيه وتو نجيبوا طبيب زاده معانا ويقول لنا المكونات نتاع كذا ونتفاعلوا فوالا وما تنسانيش هشام في حكايه عصب ان شاء الله عصبان انت جمعه جايه الجمعه هذه تمشي جمعه هذه نجيب شريفه جيب شريف يا علي خلي غني لها اغنيه مغربيه ونحيوا بها اشقان المغاربه. املوا 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 العبجه منه املوا 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 العبجه منه املوا العبجه منه خذلو حيدة بن عمو املوا العبجه منه خذلو حيدة بن عمو شوفا شوفا شوفي لي يا المصطفى شوفا شوفا شوفي لي يا المصطفى شوفي لي يا المصطفى حبه ما عاد يجلو حال مصطفى حبي ما عاد يجلو املوا 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 العبجه منه الوالده 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 سامحيني يا الوالده 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 سامحيني يا الوالده سامحيني يا وما تمشيش الا بيا الوالده سامحيني يا وما تمشيش الا بيا. ميرسي شريفه ميرسي بوكو يعطيك الصحه مرحبا بك. ترجعنا وقت اللي تحب شريفه.